تحية عاطرة لكم المشاهدين. خلال السنوات الثمانية الأخيرة يتم الرد على جهود السلام الإسرائيلية بسلسلة من العمليات الإرهابية من قبل حماس والمنظمات الإرهابية الفلسطينية الأخرى. إن دولة إسرائيل تتطلع إلى علاقات سلام وحسن جوار مع الشعب الفلسطيني، ولذلك فإنها تواصل ودون توقف جهودها من أجل تحقيق السلام. في آب أغسطس 2005 قمنا بإخلاء جميع المستوطنات اليهودية في غزة بشكل أحادي الجانب، ودون أن نقدم أي مطالب إلى القيادة الفلسطينية، ظنا منا بأن هذه الخطوة سوف تخدم السلام. منذ ذلك الحين وحماس تستثمر جميع مواردها وجهودها لشن الاعتداءات على إسرائيل بدل بناء غزة وتطويرها من أجل حياة أفضل لسكانها، كما عمل ضد السلطة الفلسطينية وحتى قامت بطرد رجال السلطة من غزة بشكل عنيف وبطرقها الإرهابية المعروفة. رغم أن حماس تعلن على الملأ بأن هدفها هو إبادة دولة إسرائيل، فإننا نواصل الإيمان بأن السلام هو من مصلحة الشعب الفلسطيني، الشعب الإسرائيلي والمنطقة بأسرها. وقد أعلن مرات كثيرة بأننا معنيون بالتواصل على الأقل إلى تهدئة. خلال الفترة الأخيرة خرقت حماس تهدئة الأشهر الأخيرة وبدأت بإطلاق مكثف للصواريخ على تجمعات سكنية في جنوب إسرائيل، وهي تحاول المساس بالمباني السكنية، بالمدارس، بمراكز التسوق ومواطني إسرائيل حيثما تواجدوا. لقد تصرفت إسرائيل بأكبر قدر من ضبط نفس وتوجهت إلى الفلسطينيين مرات كثيرة بالطلب أن يوقفوا هذه الاعتداءات وأن يعودوا إلى حالة التهدئة. مصر كذلك التي توسطت من أجل التواصل إلى التهدئة ضغطت على حماس لتوافق على استمرار التهدئة، كما قامت جهات أخرى بالضغط على حماس لتوقف إطلاق الصواريخ والقذائف، غير أن زعماء حماس قرروا عن انتهاء التهدئة بشكل أحادي الجانب، وعندها شارعوا بزيادة وتيرة إطلاق الصواريخ درجة أن سقط في أحد الأيام 80 صاروخا داخل الأراضي الإسرائيلية. ونظرا لأن حماس لم تستجب إلى نداءات المجتمع الدولي وتجاهلت قرار مجلس الأمن رقم 1850 الذي دعاها إلى وقف العمليات الإرهابية والاعتراف بإسرائيل، لم يبقى أمامنا أي خيار. كان علينا العمل على وقف إطلاق الصواريخ المكثف، وكنا ملزمين بأن نقول لهذه العصابة الإرهابية حتى هنا كفى.